عندما تأتي أنت الآن تحط الاستثناء شو يدور بذهنك؟ بدك تشوف أمن المجتمع، خطورة الجريمة وخطورة الشخص المرتكبها، وأنه هل كان الهدف، لماذا هدف توقيع العقاب بحق هذا الإنسان حتى تعقد رد عام ورد خاص؟ نعم، بدك تشوف الآن مقدار خطورة هذا الشخص والخطورة الإجرامية عنده ومدى تأثيرها على المجتمع. لأن إذا كانت معيار الخطورة جسيم وكبير جدا بدك توقف عندها، بتقول هذا الإنسان ليس من حقي أنا كمشرع أن أعطيه فرصة. حياكم الله. غدا سيخرج السجناء المشمولون في العفو حسب ما رشح من معلومات، لكن لدينا جملة تساؤلات. ما هي برامج التأهيل التي تلقاها النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل؟ هل فعلا تحققت الغاية منها؟ هل هي مراكز إصلاح وتأهيل أم نكتفي بلا؟ ما هي نسب المساجين الذين عادوا إلى السجن خلال فترات قصيرة بعد عفو عام 2011؟ نسمع التصريحات الحكومية حول برامج الإصلاح، لكن في الوقت ذاته نسمع قصصا تروى يشيب لها الرأس من داخل السجون. هذا الملف سنناقشه اليوم مع ضيوفي الأمين العام السابق لوزارة العدل القاضي أحمد جمالي. مساء الخير. ورئيس تنفيذي جمعية الرعاية اللاحقة للسجناء وأسرهم إدماج الأستاذ عبد الناصر. مساء الخير. يا مساء الخير. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. مساء الخير. تظهر آخر دراسة أعدتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن كلفة النزيل الواحد وصلت إلى 730 دينار شهريا، أي حوالي 24 دينار يوميا. الكلفة السنوية لنحو 18 ألف نزيل تصل إلى 156 مليون و366 ألف دينار. تضم مراكز الإصلاح والتأهيل 160 محكوما بالإعدام من بينهم 17 سيدة. إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل طرحت عطاء قبل نحو 4 أشهر ربما تزيد لغايات منح القطاع الخاص الاستثمار في مراكز الإصلاح والتأهيل بقصد توفير فرص عمل للنزلاء. أهلا بكم وأهلا بضيفي، وأبدأ معك أستاذ أحمد. الآن الحديث صدر العفو العام، يوم الغد حسب المعلومات والتسريبات سيتم وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية. الآن كيف سيتم التنفيذ؟ ما هي الإجراءات التنفيذية لهذا القانون؟ سيدي أسعد الله مساءكم. ومساءك سيدي. وبداية لا بد لي وأن أتوجه بالشكر إلى سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على هذه المكرمة التي أسعدت صدورنا وأدخلت البهجة إلى إخوان لنا ينتظرون أقارب لهم قيد السجون. نعم. سيدي العزيز، القانون سيبدأ تنفيذه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ماشي. فإذا نشر غدا سيباشر غدا بتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القانون. تعطينا بالتفاصيل. أعطيك سيدي؟ بالتفاصيل سيدي. يعني نروح على المسجل أول شيء. يا سيدي. ماشي. الآن أنا عندي ثلاث أنواع يشملهم العفو. أول نوع من هذه المساجين هم المحكومون والموقوفون الآن بدأ بالسجون. ماشي. النوع الثاني اللي هم الأشخاص المحكومون غيابيا وصدرت أحكام غيابية بحقهم. ماشي. فالأشخاص المحكومون والموقوفون، بالنسبة للمحكومون من المحاكم تتولى النيابة العامة الإفراج عنهم بموجب مذكرات تصدر من خلالها. ماشي. أما الموقوفون أمام المحاكم وأمام النيابة العامة فسيتم الإفراج عنهم من قبل الجهة التي أوقفته، إما المحكمة وإما النيابة العامة، أيضا بموجب مذكرات تصدر إلى مدراء السجون. ماشي. الأشخاص المحكومون غيابيا اللي شملوا بس غيابيا ستصدر أيضا مذكرات بكف الطلب عنهم وإسقاط الدعوة عنهم، إما من النيابة العامة إذا كان الحكم قيد التنفيذ وإما من المحكمة إذا لا زالت القضية موجودة لديهم. يعني بده يراجع إما براجع النيابة أو براجع المحكمة. إذا كان محكوم براجع النيابة يا سيدي. نعم. إذا كان الآن الشخص المشمول بالعفو يراجع النيابة العامة. نعم. إذا كان موقوف إما المحكمة التي أوقفته أو النيابة العامة اللي أوقفته. والغياب نفس الموضوع. والغياب نفس الموضوع. طب مين الثالث؟ أنا أعتقد الأشخاص أنا أعتقد سيدي إنه محاكمنا ووزارة العدل جاهزة للمباشرة بالإفراج من دون مراجعات، لأن هناك تكنولوجيا مربوطة ما بين
المحاكم وبين إدارة السجون. هناك ربط إلكتروني ما بين المحاكم وبين إدارة السجون وبين مديرية الأمن العام. فالأشخاص الذين شملوا بموجب هذا العفو أعتقد أن أسمائهم جاهزة وسيتم الإفراج عنهم فورا من خلال الربط الإلكتروني ما بين المحاكم وما بين إدارة السجون. طيب أنت تحدثت لي عن ثلاث. نعم سيدي. المحكومين والموقوفين، الأشخاص المحكومين غيابيا، المحكومين والموقوفون والغيابيين، هذول ثلاث أنواع من اللي يشملهم العفو. طيب. نعم سيدي. ماشي. يعني على إما بيراجعوا المحاكم أو بيراجعوا النيابة وإدارة السجون، تحدثت إنه في تطبيق. نعم سيدي، في تطبيق ربط قبل يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات. هناك مذكرة تفاهم ما بين وزارة العدل وما بين مديرية الأمن العام. نعم. هلا سيدي، المخاطبات أصلا ما بين المحاكم وبين إدارة السجود هي إلكترونيا، سواء كان بالإفراج أو بمذكرة التوقيف أو بمذكرة المحكومية. نعم. ما فيش إشي ورقي. نعم. كله إلكترونيا، مربوط في ربط تام بين الوزارة وبين السجون. طب عندنا أرقام محددة؟ 100% سيدي. كل محكمة كل محكمة أعتقد أنها جاهزة لإخراج هاي الأسماء، هاي الأشخاص المشمولين بالعفو، سواء محكومين ولا موقوفين. نعم. وجاهزين لتنفيذ الإرادة الملكية بإصدار العفو. أستاذ عبدالله، تحدثوا عن 3500 نزيل في البداية. طيب الآن خرجوا، الحمد لله إجانا العفو، وصفحة جديدة بدأنا. عندنا 3500 نزيل، 3500 سجين، وين بدهم يروحوا؟ شكرا أخي عامر، ولابد حقيقة كمان نأكد على فكرة رسالة العفو الملكي، قانون العفو الملكي، إنه هي رسالة محبة، رسالة تسامح، قبول للآخر، تجاوز للخطأ، كما جاء برسالة جلالة الملك. نعم. حقيقة قضية الإدماج لما نتحدث عن 3500. نعم. إحنا لغاية الآن ما بنعرف الرقم اللي ممكن يتم عملية الإفراج عنهم. تحدثوا عن 11000، تحدثوا عن 10000. اليوم الأنباء بتقول لك أول دفعة راح تكون 3500. هاي حقيقة حقيقة يعني بنا عن الرقم. يعني نحن نحكي عن قضية بتتعلق اللي خرجوا من السجن. في حقيقة واقعة. وهي؟ هي نسبة أو عدد المتزوجين اللي موجودين بالسجناء داخل السجون اللي بتصل حوالي تقريبا العدد بيكون ما بين 53-56%. 56% متزوجين. نعم. المتزوجين موجودين داخل السجون. ماشي. في تحدي أمامهم. يعني خلينا نرجع كمان للأساسيات اللي بتتعلق ببدايات العفو أو دراسة القانون العفو العام. للأسف أنه من سنتين كانت الفترة تتراوح ما بين صدر عفو، لم يصدر عفو، الشهر اللي بعده. الفكرة كان لازم تستثمر القضية، ولازم كان يكون في دراسة مسبقة نحدد فيها أهم الأوجه اللي ممكن إحنا ممكن نتوجه فيها بعدين بقراءتنا للعفو الملكي. الدراسة كان لازم تقرأ واقع السجناء، الحالات، يتم عملية تفصيل للحالات حتى نصل لخارطة الطريق. يعني وكأنه العفو العام خلق من دراسة تشمل واقع السجناء الذي سيشملهم العفو، هكذا. هاي حقيقة فاتت كثير من يعني أصحابين القرار، إنه عادة إحنا المعلومات الموجودة أمامنا هي اللي بتحدد خط مسارنا. يعني السجناء اللي بدهم يفرج عنهم لازم يحدد كمان مسار وين بدهم يروحوا. والقضايا اللي عادة تتعلق بالتحديات بتواجههم أثناء اندماجهم بالمجتمع. نعم. لأنه لو رجعنا لقضايا مثلا بال 2011 وعادة إحنا لابد نستفيد من الدروس اللي بتمر فينا. يعني مش معقول إحنا بنحكي عن قضية اجتماعية مهمة، قضية إدماج السجناء بالمجتمع. القضية مش بس هي عبارة عن إشكالات قانونية ونقوم بعملية تفسيرها، هل يجوز أو لا يجوز. لابد كان في كمان من دراسات اجتماعية بتبين مؤشراتنا لوين إحنا بدنا نتجه، كيف ممكن إحنا الحالات هاي نفسها إنه تنطبق عليهم الشروط أو لا تنطبق عليهم الشروط. المعلومات كانت ممكن إنها تغنينا عن كثير من مآزق أو كثير من الصعوبات ممكن تواجهنا مستقبلا. تعطينا بعض هذه المعلومات حتى يتم النقاش الآن، يعني وربما نعكسها على الأرقام نخرج بنتيجة على أقل تقدير إذا الحكومة ما عملت دراسة. نعم. تعال نعملها إحنا. إحنا كنا نتمنى إن الحكومة أو اللجان اللي شكلت من أجل دراسة قانون العفو العام إنها تشارك
منظمات مجتمع المدني ومؤسسات الباحثين. بس اللجنة القانونية مجلس النواب قالوا انهم شاركوا. والله انا الحقيقة مش واقع، احنا تمنينا انه يكون في مشاركة انه نصل او نقدم المعلومات حتى نصل لقراءة صحيحة، ونقدر كمان نقدم معلومات كيف احنا ممكن نوجه او مش نشارك بإدماج هؤلاء السجناء. يعني احنا لما نحكي عن قضية بتصل حوالي 29% من السجناء المفرج عنهم عادة قراءة ما في مأوى لهم. يعني كيف كم النسبة؟ 29% ليس لهم مأوى. ليس لهم مأوى. سبب عدم وجود مأوى ممكن أثناء وجوده بالسجن، طبعا الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسرة السجين ما تقدر تصرف على نفسها، ولذلك تتوجه الأم لأبناء لأهلها لأسرتها هم بتمصرف عليه. ما بكون من المنطق والعقول الشخص أنه يقبل على نفسه أنه يسكن مثلا مع أهل زوجته مع نسائبه، لأنه بيصل لمرحلة يعني بتكون ثقيلة عليه نفسا، ولذلك تجده بالشوارع. كان لابد من قراءة الرقم الحالي، وقراءة كمان كيف احنا ممكن نعطيه فرصة على أساس أنه يندمج بالمجتمع ويكون له فرصة مثلا للعمل. يعني حاليا التحدي اللي أمامنا أنه أثناء طرح أي قضية تتعلق بالسجناء المفرج عنهم مباشرة الجواب بده يكون أنه البلد فيها نسبة بطالة عالية اللي هي بتصل ل 18 أو ما يزيد يزيد بالمية. عن 18. لذلك بتوجه السؤال طيب ما هو اللي أبناء هالبلد والناس اللي بتشتغل مش قادرين يلاقوا شغل. كيف بدنا نجد للسجناء أثناء كجون؟ لكن إحنا بنحكي على جانب مهم، جانب قضية أمنية، هي رؤية أمنية مجتمعية. لما نتحدث عن عملية إدماج السجناء وإيجاد فرصة عمل إلهم، القراءات الأرقام تفضل. ماشي سيدي، أنا بدي أجي على النقطة. أنت تحدثت عن 29% ليس لهم مأوى، هذه أرقام دقيقة؟ نعم نعم، هي مجمل الدراسات اللي بنعملها أستاذي. طيب الآن الحكومة عندما تقوم بإصدار عفو عام، من خبرتك أمين عام سابق؟ نعم يا سيدي. ما بتروح على هذه الدراسات؟ ما بتعرف إنه في 29% من السجناء ما لهم مأوى؟ يعني يظل بالسجن أحسن له؟ وين بده يروح إذا طلع من السجن؟ أنا كما فهمت وسمعت من إخواننا أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، أعتقد إنه صار في مشاركة من جهات في موضوع هذا القانون من مؤسسات المجتمع المدني، من نقابة المحامين، من المواطنين، وبالتالي خرجوا في هذا القانون الذي شهد تشاركية عالية ونسبة عديمة تشاركية. فيما يتعلق في موضوع الإخوان اللي ليس لهم مأوى، أعتقد أنه لما تم صياغة القانون وشمول الجرائم، هي كل معظم الجرائم التي شملها العفو من دون إسقاط هي من نوع الجنح والمخالفات البسيطة. بالتالي أعتقد أنه هو سواء شمله ولا ما شمله، أخيره بده ينتهي مدته ويطلع. مش معقول أنا يبقى عندي سجين قد يكون ما إله مأوى أو إله مأوى. لابد من أن يكون هناك دور لوزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب. وأعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية متنبهة لهذا الأمر. طب سيدي 2011 عفو 2011 كان لها دور وزارة التنمية الاجتماعية يا سيدي، وفي عندنا دار الإيواء تبعت السيدات كان موجود اللي 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 تم إفراج عنهن، وكان معظمهم من الجنسية الغير أردنية في حينها، لحين تأمينهن إلى 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 بلادهن. بعدين المواد أو الجرائم التي شملها العفو من دون إسقاط أو التي مستثناها هي من الجرائم البسيطة التي ليس لحقوق الأشخاص فيها، هي من نوع الجنحة والمخالفة. نعم. بالتالي هي ليس من الأشخاص المعتادين على الجرائم، وهناك جرائم استثناها القانون من العفو إذا كان مكرر، اللي هي جرائم السلب، جرائم السرقة. نعم. قال إذا كان هناك مكرر أو هناك ما بيشمله. إذا كان هناك من أشخاص ليس لهم مأوى، السجل ليس مأواهم، لابد من تأوينهم في أماكن تأويهم تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية. نعم. لأن السجن ليس مأوى. السجن ليس مأوى. طيب. بالتالي لابد من أن يكون هناك دور إلى وزارة التنمية الاجتماعية في إيواء هؤلاء الأشخاص إذا كان هاي الدراسة اللي تفضل. ما دور وزارة التنمية الاجتماعية؟ إن كان لها دور. وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الباحثين الموجودين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإحنا ما منعمم،
لكن الدور اللي بيقوموا فيه حاليا باستقبال طلبات حتى تقديمها للمعونة الوطنية حتى يصرف على الأسر. لكن في قضية احنا بنحكي فيها زي ما تفضل عطوفته، قضية اللي بتتعلق انه مش بس كمان دور وزارة التنمية الاجتماعية، دور مين يعني في مؤسسات الدولة قادرة على انها تقدم نماذج ناجحة وتساعد هؤلاء. يعني احنا طبقنا نظام مشروع قبل حوالي 4-5 سنوات بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، وبكل ود صندوق التنمية والتشغيل الجلسات اللي انعقدت كانت تعتمد على كيف تبدأ مشروعك صغير، وإن تجربة ناجحة فيها. أعطينا مثال كيف؟ يعني لما دربنا 10 سجناء، السجناء اللي خرجوا من السجن كانت بداية حوالي تقريبا أسبوع، إنه كيف يشتغل، كيف يعمل جدوى اقتصادية لمشروعه. بعد نهاية الأسبوع تم تزويدهم بقروض، قرض، مش نوع من المنحة، قرض. طيب. واستطاع العدد انه في ناس اشترت باصات، ناس فتح سوبر ماركت، ناس توزع مي، استطاعوا انهم ينجحوا بحياتهم. ومقابل كانوا كل شهر يدفعوا للصندوق التنمية والتشغيل الاقساط الموجودة عنهم، وانا انت الاقساط. لذلك احنا بنحكي كم مبلغ القرض كان؟ المبلغ كان تقريبا حوالي 11000. 11000 فقط لعشرة؟ لا 11000 لكل واحد. لا كانوا هم 10 اشخاص. نعم. لكل فرد. طب هل هناك مدى ليزداد هذا العدد أم لا؟ نتمنى، ما هو هاي اللي احنا يعني نتمنى إن الحكومة تتدخل بشكل مباشر. إحنا ما بنطلب من الحكومة على أساس إنها تقوم تعيين وظائف حكومية، ولا بنطلب على أساس إنهم يجرأنوا ديوان الخدمة المدنية. الأرقام كلها، الكل بحكي حاليا عن قضية إنه إحنا في عنا بديوان الخدمة المدنية 350000 طلب، عنا بالجامعات 300000 طالب. إحنا في القضية ما بدنا نعينهم، إحنا بنعطيهم فرصة في مصادر للدولة تقدر انها تحل الاشكاليه. يعني نتوجه بشكل مباشر. عاده السجون هي عباره عن وعاء. طيب. لفشل سياسات اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه. نعم. لذلك الجوانب الفشل هاي تحديدا يعني هم متلقيين. لابد انه نرجع نعالج القضيه بطريقه المشاريع الصغرى. يعني تستطيع الدولة مثلا في المشاريع دائرة المشاريع الاقتصادية أو جدكم موجودة بوزارة الصناعة والتجارة، بدل ما يكون في شرائح لها وتوجهاتها وأولوياتها تخدم القطاع الصناعي بتزويدهم بعشرات الملايين مقابل في فكرة معينة. احنا في عنا حاليا قضية مهمة، قضية العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص. القضية العدالة الاجتماعية نهتم بالناس هاي، بدل ما أنا أزود إنسان أو مصنع أو مؤسسة بعشرات الملايين حتى يقيم مصنوع مقابل عملة أجنبية ممكن تدخل إنا للبلد، أنا ممكن أعمل آلاف المشاريع الصغرى حتى ممكن كمان العاطلين عن العمل، بدل ما نظلنا نحكي بقضية ومشكلة جادة. ماشي. طيب هل قد قمتم بتقديم هذه الفكرة إلى الحكومة كفكرة أنكم مستعدون لتأهيل وتدريب من يخرج من السجن وبالتالي إعطاؤه الأساسيات في عمل أي مشروع، وهناك قرض سيتم إعطاؤه لهذا السجين أم لا؟ لما تفتح القنوات ما بين المجتمع والدولة تصل الرسالة. نشتغل بنهج التشاركية حتى لا يصبح نهج التشاركية عبارة عن عبارات تخرج على 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 المساحات الإعلامية. أنا بحاول إنه نتوصل للفكرة هاي. السبب المحاولة إنه أمامنا تحدي حالياً، والتحدي حرج جداً، إنه عادة ما يثبت بالدراسات العلمية إنه عودة السجناء بتكون خلال فترة 6 أشهر الأولى بعد العفو. حسب الدراسات. تحدي. نعم. هاي مش بس عودة السجناء تكون خلال 6 أشهر بعد الإفراج. نعم. لذلك التحدي اللي أمامنا إنه الحكومة قادرة على إنها تندمج بالعمل الحالي وتخرج عن نطاق البيروقراطية وترجع على المجتمع وترجع على أرض الواقع وتقوم بعملية تقديم مشاريع. هاي تحدي كبير، لأنه إحنا بنحكي بحالة إذا تم الإفراج عن السجناء العمل يعني مصدر الرزق. لما بالدراسات بالأرقام وجدنا 71% تحديدا من أسر السجناء ما لهم مصدر مالي. يعني بخرج السجين على أسرة مفككة مشتتة. وحتى نكون أكثر كمان واقعية، طبقنا مشروع يتعلق
تمكين اجتماعي واقتصادي لأسر السجناء. المشروع كان غرضه أنه إحنا بدنا نقدم بيئة مستقرة تمكن السجين بعد ما يخرج من السجن أنه بحالة نجاحهم أنه يندمج معهم بالعمل ويشتغل معهم، بدل ما يجد أسرة مفككة وبالتالي يهرب من هالواقع الاجتماعي ويرجع للسجن. لأنه عادة عدم تلبية أو عدم قدرة الأب على تلبية احتياجات الأبناء والأسرة دافع رئيسي برجعه للسجن، لأنه في حالات كثيرة يعني أنه الأب اللي عنده يكون أبناء في طلبات واحتياجات يوميا بتكون موجودة كثير. طيب. من الآباء أنا بعد نعم. بس بدي أكمل المثال بعد إذنك. نعم تفضل. طبعا كثير من الآباء كانوا يهربوا من الواقع من البيت ويرجع لبيته بعد ما يناموا أولاده على أساس أنه مش قادر يلبي هالاحتياجات. أصبحت حاجة الأبناء، هو بيحتمل على نفسه لكن الأبناء ما بيقدروا يحتملوا يشوفوا أي شخص معين عنده حاجيات وإحنا مش قادرين نلبيها. أنا بدي أذهب بهذه النسبة وهذه الأرقام للأستاذ أحمد بسؤال مفصل عنهن، لكن تكرمت بعد هذا الفاصل. فاصل قصير أول، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيفي، وأبدأ معك أستاذة. تحدثنا أنه 71% من هذه الأسر معيلها بكون هو اللي بالسجن، هذه نسبة أولى. نسبة ثانية تحدثنا من 29% أيضا ليس لهم مأوى. بالتالي كان هناك بعض المشاريع التي نجحوا بها من خلال تجربة على 10 سجناء نجحوا وما عادوا إلى هذا السجن. الآن كيف من الممكن عملية تقليص هذه النسبة؟ سيدي تفضل. يمكن في كلمة نذكرها على ألسنتنا وهي السجن. نعم. هو الأصل أنه مراكز الإصلاح والتأهيل. أنا خدمت فترة مدة عام وكنت أقوم بالإشراف على بعض من السجون. هناك مهن يتم تعليم السجناء عليها، خاصة اللي عندهم فترة طويلة من السجن، مثل الحدادة والنجارة والزراعة والألبان والكذا. يخرج هذا السجين بصنعة فبالتالي يقدر يشتغل. لكن وين المشكلة بتصير عندي أنا؟ ماشي. أنا بدي أتحدث عن موضوع العفو العام. طيب سيدي بس بدي أحط هذه النقطة حتى إن أسأل الأستاذ. يخرج بصنعة. السجين يخرج بصنعة. مركز الإصلاح والتأهيل بالسواقة موجودين حدادين والنجارين. أنا كنت مشرف وكنت أتفقد سجون بالسجن مرة بالشهر مرة أو مرتين. طيب. هناك عندهم حدادة وعندهم نجارة وعندهم مصانع ألبان وعندهم، فبالتالي السجين يخرج من السجن أو من مركز الإصلاح وبيده صنعة. مركز الإصلاح. لكن ماشي. أين المشكلة التي تواجه هذا السجين زي ما تفضل الأستاذ إنه بطلع على أسرة مفككة بيروح الساعة 11 بالليل. هو لما يروح بده يشتغل أو بده يعمل في أي مكان يطلب منه عدم محكومية شهادة خلو. صحيح. ولو الآن لاحظتوا يا أخوان الوقت الحالي لو واحد فتح سوبر ماركت صغير بده يشغل واحد بيقول له والله يروح جيب لي عدم محكومية. صح. فأي قيد موجود في هذا بيقول له والله أنا ما بتلزمني، أنا والله ما بتلزمني، أنت عليك سرقة أو عليك إذاء أو عليك قتل أو عليك كذا أو عليك ما بتلزمني أنت. لكن العفو العام من أحدى ميزاتي وحسناتي أنه يجب هاي بمسحها انتهى. ما عاد في أنا بأخذ عدم محكومية وبروح على أي مكان بدي أشتغل فيه بقول لك أجل اللي موجود. نحن مجتمع عربي إسلامي لنا ثقافتنا ولنا عاداتنا وتقاليدنا، والعفو ليس بغريب عنا. العفو العام هو له ميزات عدة منها هذه الحالة تفض بها الأسر. يعني من يخرج أو من يشمله نعم العفو يكون نعم فرصة التشغيل له أكبر. يعني هلا يا سيدي إحنا أكيد في 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 وظائف في مصانع وفي إذا كان عليه قيد ما بيشتغل إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة إذا كانت جناية أو سنة من تاريخ يعني. فال3 سنوات أعتقد شغلة زمان مش سهل يقعد 3 سنوات مرمي ما عاد بشغله. نعم. لكن العفو العام مجرد ما صدر العفو وخرج من السجن يحصل، لأنه العفو يجب الجريمة وأثارها. نعم. فبالتالي أعتقد هاي ميزة تعالج هاي مثل هاي الحالات اللي تفضل عنه الأستاذ اللي هم 71% من الناس ممكن يطلعوا. إذا تقلص هذه النسبة هذه نقطة. هاي وحدة. ماشي.
قانون العقوبات بتعديلاته الأخيرة أوجد شيء اسمه العقوبات المجتمعية، ما عاد نروح على السجن، إحنا الآن ترك للسادة القضاء والمحاكم تطبيق العقوبات المجتمعية. العقوبة المجتمعية هي يعني هلا واحد انسجن سنة، أوقفوا التنفيذ بحقه، يخضع إلى عقوبة مجتمعية، إما عمل مجتمعي وإما خدمة مجتمعية وإما رقابة مجتمعية. يعني أعطيك مثال حي للإخوان، نفترض مثالا أنه في أحد الأساتذة ضرب أحد الطلاب، اشتكى ولي أمر الطالب على هذا الأستاذ، طبعا أساتذتنا الأجلاء المحترمين، اشتكى. أنا بطلب من الأستاذ كخدمة مجتمعية أنه يعطي محاضرات في سلوك الأستاذ مع طلابه 10 ساعات 15 ساعة والعكس صحيح، أفرض طالب اعتدى على أستاذه، أنا أطلب من الطالب أنه يروح يحضر محاضرات عن كيفية التعامل بدل ما أنا أزيد فيه بالسجن. وهي على فكرة العقوبات المجتمعية أكثر ما بتيجي على الأعداد، لأنها بتأثر فيهم كونهم في طور النمو، فبالتالي أنا ما بدي أروح على السجن ولا بعنيني أودي أرسل على السجن، أنا بدي أهذب وعيد بناء وعيد إصلاحه معمول لهذا الشخص. نعم يا سيدي، تعديل نعم يا سيدي، نعم يا سيدي، نعم. تم في بعض المحاكم حوالي 3-4 حالات وأرسلوا إلى قاضي تنفيذ العقوبة للخدمة أو العقوبات المجتمعية. في الخدمة المجتمعية تقدم أنت خدمة للبلدية، للوزارة الأوقاف، لأمانة العاصمة. وبدي أذكر في هذا المقام أن وزارة العدل على ما أذكر وقعت اتفاقيات مع مجموعة من الوزارات لتنفيذ هذه العقوبات لديهم، مثل وزارة البلديات، وزارة الأوقاف، خدمة مجتمعية بشتغل 10 ساعات في تنفيذ بإشراف على مسجد، على مدرسة، على حي. هاي العقوبات المجتمعية الآن مطبقة سيدي وتعمل فيها المحاكم. طيب نعم، إذن هذه نقاط إيجابية اللي تفضل فيها عطوش دور. إنه الحديث إنه لا أنت ما عندك ما عليك قيد، أنت عندك عفو عام، بتقدر تجيب عدم محكومية ولا مانع وكل هذه المواضيع، فبالتالي هذا يزيد نسبة فرصة التشغيل إن وجدت، وإن شاء الله غنى يكون إن وجدت. طيب السؤال الآن، أنت تحدثت بنسب وأرقام، هل تم تزويد الحكومة بهذه النسب والأرقام أم لا؟ يعني بدي يكون بناء على طلب. يعني في دولة الرئيس بالفترة الماضية كتبنا مقترح على أساس من يشمل العفو، قضايا تتعلق بكيفية إدماج السجناء كما حتى لا نعيد تكرار ما سمي بالخطأ بالقانون العفو العام 2011. لكن أنا إذا سمحت بس في بعض اللي تفضل في عطوفة الأخ، ما يتعلق بال يعني رد الاعتبار الجميل حقيقة رائع جدا أنه يمحو الجريمة. يعني لذلك من يخرج من السجن غير مطلوب منه شهادة عدم محكومية أو قانون رد الاعتبار. قانون رد الاعتبار قضية كثير مهمة، تحدي كثير ثقيل على السجناء المفرج عنهم بحالة أنه ما في عندنا عفو عام، لأنه القانون كان أنه الشخص بده ينتظر بالجانب الجنائي إذا قضية جنائية 6 سنوات أو 7 سنوات حتى يحصل على عدم محكومية. بالتعديلات الأخيرة سيدي اللجنة الملكية بداية 2018 تحولت لثلاثة والجون حسنة، لكن إحنا باعتقادنا إنها بتظلها هي عقوبة ثانية، لأنه أنا الإنسان اللي بيخطئ عادة أرسلته للسجن سلبت حريته بقضية مهمة جدا، إنه أخطأ بحق المجتمع ولذلك أنا سلبت حريته ل5 سنوات 10 سنوات. نعم. إنه تكون في عنده عقوبة ثانية ممثلة برد الاعتبار وعدم قدرته على الحصول شهادة عدم المحكومية، ما هو عفوا أنا كيف بدي أخرج واحد من السجن وأقول له انتظر 3 سنوات؟ لا يا سيدي أرجوك، العفو العام ليس بحاجة. لا لا لا، إحنا مش العفو العام، إحنا بنحكي عن التحدي القائم، مش من العفو العام. بدون عفو عام، بدون عفو عام، تحدي قائم. أنا بحكي يعني ميزات العفو، شوف قد إيه ميزة العفو. ما بطلب منك 3 سنين تنتظر وبعدين ترد. بالضبط. نعم. أنا قلت أنه كان يمثل تحدي ودافع لتكرار الجريمة. لكن نعم. قلت أنا من الجميل أنه العفو أنه بشمل هاي وجب القني. لكن ما يتعلق بالقيود، يعني القيود مرات تصنع. يعني أنا كل إنسان أصبح عليه قيد أنا بدي أظني أجرم فيه طول حياته، في وين في مسك أو في توقف أو صارت في عليه قضية معينة، نعم، منظر لقيوده ومن ثم صار إنسان مشتبه. طب ما هو قضى العقوبة، أنا بأزم بالوضع، أنا مهمتي إنه يكون في عنا جانب كثير. يعني خلي القيود
تحفظ بسجلات ثانية، لا تكون دائما ظاهرة وبارزة لكل حدث ومن ثم انه نصل لقضايا عندك تحفظ القانون. ادرك ذلك. انا بس اذا سمحت لي بس لا بدي اكمل الجانب الاخر اللي بتعلق بالعقوبات المجتمعية. عقوبات المجتمعية حاليا تم اقرارها، لم يتم التفعيل، تم التفعيل لاربع حالات من بداية السنة. اربع حالات العقوبات، اربع حالات، خمس حالات اللي تم تفعيل. احنا العقوبات المجتمعية في لها جانب ثاني، جانب ممكن يعتبر هي يعني ذو حدين، يعني ممكن الشخص كيف ممكن يقبل على نفسه بيقول لك انه انا ممكن فرض عليه عقوبة مجتمعية انه مثلا يكون داخل بلدية ويقوم بعملية مثلا تنظيف كعقوبة مجتمعية ممكن يسبب حرج. لذلك احنا دائما بحاجه، مش احسن ما ينسجم؟ لا سيدي طبعا طبعا. بس سؤال طبعا، العقوبه المجتمعيه مش انه يروح هو يساهم بتنظيف؟ احنا تفضل طبعا تفضل. الفكره الفكره بشكل عام، بدائل السجون، بدائل السجون بندعو لها من 10 سنوات، انه مش كل انسان يذنب ولو جنحه بسيطه. نعم. احنا ما بندعي الى قضايا تتعلق بالعقوبات البديله للجرائم بالجنايات، الجنح البسيطه. يعني دائما مسرح العدالة قائم هو السجون، أي إنسان ممكن يخطئ برسله للسجن. عملي إحنا بنتحايد قضايا بالجنح البسيطة، ممكن بالخدمات المجتمع تصور يعني مثلا بس للجانب. تفضل طبعا. الجانب الاختبار القضايا طبقت بالولايات المتحدة 1870، واللي قام بالفعل نفسه اللي أوجدها شخص صانع أحذية، لما مسكوا شخص معين كان تهمته تتعلق بالسكر. وبالتالي هو ضمن انه للقاضي اني انا اذا اخرجته عندي انا ممكن اشرف عليه، اشرافي عليه يعطيه فرصه اشرف عليه ونجح في حياته. من هون جاءت فكره الاختبار القضائي اللي هي عقوبات المجتمعيه، اللي هي الفكره انه يكون في انسان له فرصه حتى ما يرسل للسجن. لذلك الجوانب هاي تحديدا يعني العقوبات المجتمعية نتمنى انها احنا دائما رجوعنا قضائنا النزيه، قضائنا انه نعطي فرصة أكبر، ما نظن ما دام القرار موجود أنه يكون القرار يتم تفعيله ويتم إعطاء فرصة للناس بعقوبات مجتمعية. لغاية الآن بالدول الغربية الشخص اللي ممكن بجنحه بخيروه الذهاب لمكانين، إذا كان مسلم يبعثوه على المسجد لمدة سنة، يروح بالمسجد يقضي عقوبته المجتمعية بالمسجد أو على الكنيسة. لذلك الفكرة قائمة إيش؟ الفكرة قائمة إنه أنا بدي أحاول أهذبه، بدي أحاول إنه أثناء تواجده مثلا بالمسجد أو الكنيسة بدي يسمع لنصح، وبالتالي هو بدي يرجع يعاود نفسه، لأنه فكرة الخطأ اللي موجودة إحنا بدنا نصححها. كيفية التصحيح ما بتكون مثلا بالعقوبة تسالب الحرية وضعه دارسه، لا، ممكن يرجع لنفسه بدون ما يكون له تجربة الدخول للسجن. نعم طيب تفضل سيدي. تفضل. فيما تعالى تفضل فيه الاستاذ عبد الله، موضوع العقوبات المجتمعيه هي توافق ما بين المحكمه والشخص. انا كقاضي ما بفرض على، يعني هلا معقول القاضي يفرض على شخص عمره 50-60 سنة يروح نط في الشارع؟ اعتقد بده يكون في توافق ما بين 100%. يعني ممكن يرفض وممكن ما يرفض، بعطيه عقوبه مجتمعيه اخرى. نعم. أنا مش معقول أنا كقاضي وأجي رجل عمره 50-60 سنة وأقول له بلا روح نطفي الشارع الفلاني، لا، يمكن أنا أخضع إلى دورة تدريبية أو محاضرات وأكتفي فيها. نعم. ولهذا موضوع العقوبات المجتمعية أنت يعني بتنقذ الشخص من إرساله إلى السجن يا أخوان. يعني أنت بتودي الولد على مركز الأحداث في مخالفة ارتكبها ولا بسيطة بيطلع لك بخمس جرائم. صحيح. ولا صحيح. لا استاذ عبد الله يعني صحيح. انا معك، انا بحميه، انا بحمي هذا الولد او هذا الشخص من انه يتعلم الاجرام داخل السجن. طب سيد ليش فيش الا اربع حالات؟ يا سيدي القانون الجديد طبق، لسه جديد القانون. يعني مع بدايه السنه يمكن. نعم. يمكن بشهر 9. يعني ولهذا اربع حالات على بدايه السنه شيء ممتاز كثير كويس. بعدين فيما يتعلق في وقف تنفيذ العقوبه، العقوبات التي يوقف فيها أو تخضع للعقوبات المجتمعية هي العقوبات التي يجوز وقف تنفيذ العقوبة فيها. الوقف التنفيذ اللي هي ما لا يتجاوز مدة الحبس عن سنة. هلأ في جنايات وفي جنح. هلأ إذا كانت الجناية حكمت شخص ونزلت العقوبة إلى سنة بخضع إلى عقوبة مجتمعية، أو إذا كانت جنحة. فبالتالي العقوبات المجتمعية هي يكون توافق ما بين المحكمة وبين قاضي التنفيذ وبين الشخص الذي يخضع إلى هذه العقوبة. هلا في محاضرات، في دورات تدريبية،
أيضا من ضمن العقوبات المجتمعية. وهي عملية توافقية. وهي عملية توافقية، لا يمكن للقاضي أن يفرض على شخص زي ما قلت أنه رجل كبير أو والله حدث أجي أفرض عليه عقوبة مجتمعية أكثر من طاقته أو لا. نعم. يعني هي توافقية ما بين. طيب سيدي، تحدثنا عن مراكز تأهيل وإصلاح، تحدثنا. نعم. بأنه يخرج لديه صنعة. نعم. طيب حسب الدراسة أنه أول 6 شهور هو تحدي، أنه إما يعود إلى مركز الإصلاح والتأهيل أو لا. إذا بنروح على 2011 بنلاحظ أنه 35% عاد، مع أنه إحنا بننظر ل 65% أنه ما عاد، الحمد لله شغلة إيجابية. لماذا يعود 35% هذه النسبة؟ سيدي كل جريمة لها ظروفها. ماشي. هلا فيما يتعلق في موضوع العفو العام، العفو العام يرد على الجرائم ولا يرد على الأشخاص، والأصل أن تتم الدراسات حول الجرائم وأنواع الجرائم التي ترتكب وليس على الأشخاص، مش على الأشخاص، ولهذا عاد ما عاد هذا مش موضوع يعني. على الجريمة. على الجريمة ولا لا أستاذ عبد الله؟ بأقدر لك حقيقة. ما الناس يعني أنا 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 بقول بعمل دراسة قد إيه جرائم السرقة، قد إيه جرائم كذا، قد إيه، وأنا بعمل العفو على الجريمة وليس على الشخص وليس معاودة الشخص الجريمة. هلا في ناس يعاود ارتكاب الجرائم ب إما لظروف اجتماعية، إما لظروف عائلية، إما يعني بده يكون في سبب. نعم. أنا برأيي إنه وجود العقوبات المجتمعية وتفعيلها لقدام راح يحد من هذه الظاهرة. اثنين، فيما يتعلق في الأسبقيات الجرم، تفضل الأستاذ عبد الله بيقول إنه الجرائم، سيدي فيما يتعلق في العفو العام. سيدي العقوبات المجتمعية مش بتسهل الجريمة؟ لا، أي بسهل الجريمة. يعني بقول لك عقوبات مجتمعية، بكرة بروح بنظف 3-4 شوارع وبعمل بدي برد أرجع. لا سيدي، هي بترد على بترد على العقوب. معلش سيدي. أنا بدي توضح لي إياها. أنا قلت هلا في حديثي إن العقوبة المجتمعية ترد على العقوب على العقوبة التي يجوز وقف التنفيذ بها. وقف التنفيذ. وقف التنفيذ هو متى 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 يوقف التنفيذ يا سيدي؟ نعم. إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز سنة، يعني حد الأقصى سنة، المحكمة حكمته سنة. نعم. إذا وجدت المحكمة من ظروفه، من سنه، من عائلته، من إنه ما يدعو ويجزم للمحكمة بأنه لن يعود. نعم. لارتكاب هذا الجرم، من الظروف القضية، والقاضي هو الأقدر على حسم تقديرات القاضي، أنه هذا الشخص الماثل أمامي لن يعود إلى ارتكاب هذا الجرم، بعطيه وقت تنفيذ عقوبة. وإذا ارتكبت خلال فترة 3 سنوات يعاد تنفيذها عليه. ماشي. أيوة. هون بفرض هون بفرض العقوبة المجتمعية. أنا مش بس بعطي وقت تنفيذ عقوبة، بس لا، حسب تقديرات القاضي وفق شروط محددة يراها القاضي، تراها المحكمة لإعطاء وقف تنفيذ العقوبة. وقف تنفيذ العقوبة مش مجانية لأي واحد بيعطوه تنفيذ، كل قضية لها ظروفها، إما من سن الشخص أو من عمره أو من أول مرة وعمره ما ارتكب الجريمة وظهر ندمه، والمحكمة هي اللي بتوزن هاي الأمر. نعم. إذا تولدت القناعة لدى المحكمة وهي الأقدر مني ومن أي شخص على إنه هذا الشخص لن يعود يرتكب الجريمة، تمنحه وقف تنفيذ العقوبة. طيب سيد دسك سؤال، نسبة 4 أو 5 أشخاص تم عليهم العقوبات المجتمعية، كيف تقرأ هذه النسبة؟ مش قليلة جدا؟ سيدي مع بداية تطبيق القانون لا، شيء جيد ممتاز. خلاص هذه تقديرات وأنت قاضي. لأنه القانون تطبق حديثا، يعني مش مالوش زمن، إنما يعني جديد طبق القانون. سأسألك عن العوائق أيضا، لماذا لم يطبق بشكل أوسع، لكن بعد هذا الفاصل الثاني. وسأسأل الأستاذ هل مراكز تأهيل وإصلاح مراكز تأهيل وإصلاح بس خلنا نكمل لك بعديها. ماشي، فاصل قصير ثاني فيما يتعلق عليكم. اهلا بكم من جديد واهلا بضيفي. استاذ عبد الله، مراكز تأهيل وإصلاح، مراكز تأهيل وإصلاح حقيقه يعني أم اسم لهذا المراكز فقط يعني لا يخرج منه؟ يعني ما بنقدر نتجرد ونقول مراكز اصلاح وتأهيل مش مراكز اصلاح وتأهيل. احنا في حاليا المراكز اللي بتقوم بعمليه التدريب. ماشي. لان القضيه الاساس هي قضيه بتتعلق، انا بدي ادربه أقوم بتأهيله وأعيد الثقة لنفسه حتى يرجع عن خطأه، لأن هي عملية تهذيبية. مقابل إني أقوم بتدريبه وتأهيله أنا لازم بدي إمكانيات. حاليا البرامج التأهيل الموجودة أتوقع ب3 مراكز، اللي هي سواقة، الموقر 1 وأم اللولو.
واحنا حاليا امبارح ارتفع عدد مراكز الاصلاح والتاهيل ل 18 مركز. قبل ما يرتفع ل 18 يعني في اعداد كبيره. نعم. يعني لما كنا نسال السجناء كيف ماذا تقضي يومك؟ كيف تقضي وقتك داخل السجن؟ كانت 36% مثلا بالتحدث عن قضايا، كل واحد يحكي عن قضيته، احنا ما بدنا كل واحد يحكي عن قضيته داخل السجن، او انهم يتسامروا بالقصص، لانه اثناء عمليه التسامر بتنتقل عدوى الجريمه. نعم. وبكون الانسان اللي بكون مرتكب خطا. نعم. بسيط او معرفته بسيطه بالجرم تتوسع معرفته، لذلك اصبحت مكان. طيب. لعدوى الجريمه. ماشي. في قضيه يعني احنا طب. حتى بالحقيقه هاي تفضل سيدي. قبل 4 سنوات شعرنا انه في حاجه، وعن طريق الديوان الملكي يعني تفضلوا دعمنا سجن سواقة بآلة يسموها آلة سي ان سي روتري للتدريب على حرف معينة، لأنه احنا بحاجة انه زلاء يتم عملية تدريبهم حتى لما يخرجوا من مراكز الإصلاح والتأهيل يكون في مهن جديدة. حاليا قانون العفو العام بيمشي مهن جديده، مهن مش موجوده يعني مهن بالضبط، يعني مهن مثلا لتسهيل التشغيل عليهم حتى لما يخرج. ما هو لابد. طيب. انه احنا نتطلع يعني دائما ما بتكون النظره قديمه تتعلق بسجون. نعم. على اساس اماكن للعقاب، حاليا تطورت النظره بشكل كبير، بدنا نطور الاداء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لازم تزويدهم بمهارات معينة. لما يكون عندي أنا 3 مراكز كمان هاي دعوة، يعني لما نحكي عن قانون العفو هي فرصة إنه نعطي فرصة للسجناء المفرج عنهم آلية الدمج. واحد الجانب الثاني، حاليا أعداد راح تنخفض، يعني بنحكي عن 19700 سجين، بعد القرار العفو راح يكون حوالي تقريبا، أو قانون العفو راح يكون تقريبا يصل ممكن 10-9000. لذلك هاي فرصة للحكومة مش لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، لأنه للحكومة تقوم بتزويد هاي المراكز إذا قل العدد بآليات أو إيجاد فرص لمهن جديدة مستقبلا، لأنه لا يجوز أنه إحنا ضلنا نختصر الطريق، نختصر الحالة ونضلنا ناقص. شو هي المهن الجديدة مثل شو؟ يعني حاليا في إحنا بنفتقر للدراسات دائما لأي أعمال، إلنا بنفتقر لكل شيء. القرار دائما القرار العمل، يعني احنا دولة بالعالم اللي بتنفذ ومن ثم تقرأ انه بترتب خطة معينة او دراسة معينة، سواء انك عملت دوار ولا عملت اشارة بننفذ وبعدين بنرجع. نعم. بنرجع نفكر انه تقرأ ولا ما تقرأش على ارض الواقع، والله ساوى ازمة ما ساواش ازمة. ليش ما يكون في دراسة عن احتياجات السوق؟ في مليون جهة بتقدر تقوم فيها ومن مؤسسات حكومية. اقرأ انا شو احتياجات سوق العمل ومن ثم الترتيب. تزويد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا العدد بده ينزل من 19,000 ل 10 لغاية الآن مش معروف الرقم كم واحد راح يخرج. نعم. نبلش نأهل فيهم، ما نتوقف عند الحدث نفسه، قانون العفو وصار وما صارش، يجوز لا يجوز كذا. نبدأ الحالة بمسارين، مسار أول يتعلق بكيفية إدماج هاي السجناء بالمجتمع، والمسار الثاني أنه نحدث مراكز الإصلاح والتأهيل بآلات بمهن جديدة حتى بالمستقبل ما يتزايد العدد عندنا ونرجع لنفس القصة أنه اكتظاظ السجون. نعم. والأساس فيها سامر في حقيقة معينة. شهر 12. نعم. تقريبا شهر 11 2018، التقرير اللي صدر عن المنظمة العالمية بتعداد السجناء، أدرجت الأردن بين 6 دول ازداد فيها عدد السجناء. الدول ما بدي أسميها، بس دول معروفة كانت بالجريمة وبالمخدرات، إحنا صافين معهم. 6 دول الأردن. زيادة أعداد السجناء. نعم، كانت بنسبة 31%. هاي حقائق، أرقام. نعم. موجودة يعني مبنية على دراسات علمية مش اجتهاد. لذلك يعني الأردن لما بصفها على 6 دول، يعني كنا احنا بنتشارك مع حبة الأردن، كنا بنتشارك. طب شو سبب هذا الازدياد؟ الازدياد لأنه الحلول دائما، أي شخص مع حكيت لحضرتك أنه دائما مسرح العدالة السجون، أي إنسان بيخطئ السجون، هاي جانب. الجانب الثاني جانب اقتصادي، يعني 70% من الموجودين داخل السجون هم جرائم اقتصادية. نعم. وبتعرف حالة البلد كيف، وما فيش عندك شبكة أمان ولا تكافل أنه ممكن أنه الناس اللي موجودة وما في علاج إلا السجون، ما في يحميهم. والجانب ما في، لأنه هاي المسرح العدالي المطبق. نعم. أنا بداية تفضل في أستاذنا. نعم. أنه الفكرة بتحفظ حقوق إنسان، كمان أنا الدولة غير ملزمة بعلاقات تعاقدية تمت بين 2 زي مؤسسات التمويل. تمت بين 2، انا رضيت نفسي اعطيه قرض
وبدون دراسة جدوى اقتصادية وبدون أي شيء سوري عفوا صح يتحمل هو جزء يتحمل جزء ليش يتحمل الدولة إنها تقوم بحبسه وكذا هو رضي على نفسه بالعلاقة التعاقدية وما عرف إنه يقدر حجم الخطر الموجود نعم طيب تفضل عفوا سيدي على فيما تفضل فيه الأستاذ عبد الله نبتني عليه نعم هلا موضوع الـ بعد تنفيذ سطور قانون العفو العام يبقى بسجون ما بين 9 إلى 10 آلاف شخص هلا ممكن يكون منهم نصهم موقوفين والنص الآخر أو أكثر محكومين هذول المحكومين في السجون تفضل فيه الأستاذ 3 مراكز إصلاح هي فيها تدريبات مهنية صحيح فيها تدريبات مهنية وأعتقد أنا وأجزم بذلك بأن إدارة المراكز الإصلاح تقوم بتدريب هؤلاء الأشخاص على هذه المهن وهي مجانية بالمناسبة نعم. يعني النجارة والحدادة والكذا بالتالي هي مثل. أما فيما تفضل فيه الأستاذ عبد الله اللي هي العلاقة العقدية ما بين الأشخاص الاثنين والدولة تتحمل التكاليف السجين نعم. اللي هي النزاعات المدنية اللي هو القرض ما بين تاجر ما بين تاجر وشركة ما بين مواطن أنا بالمناسبة كتب مقال من أحد الأساتذة المحامون والصحفيين حكى عن موضوع السجين ليش الدولة تتكلف تكلفته المدني اللي أنا سجنت شخص من أجل ديني ليش ما هو الشخص اللي سجن وبدفع تكلفته فأنا هاتفته وقلت له أنا حسب ذاكرتي إذا ما خانتني الذاكرة بال26 سنة 1926 الدولة التركية كانت تلزم الدائن ببدل نفقات أكل وشرب مدينه إذا رغب في سجنه وكان يدفع 5 قروش سيد ما هو محوش يسده لا لا سيدي لا هلا خليك معي لا 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 ما هو ما هو يا سيدي انا انا ماشي ماشي انا انا قانوني انا بس قانوني مش معقول اجي بدي اطبق القانون سنه 1926 الان بدي اطبقه بال 2019 لا بده يكون مهذب بده يكون فيها هلا مثلا دين اشخاص ما بعض لا انا ما بقول لك لا بس هلا مثلا ليش البنوك والشركات زي ما تفضل الاستاذ انت جازفت في مالك انا بدك اسجنه اذا ما دفع بتدفع بدل ماكله ومشربه ومصروفه ليش الدولة بتدفع 700 دينار؟ طيب سيدي معي 30 ثانية تحدثت لي عن القيد عندك ملاحظة عن القيد تحدثت لي عن القيد مزبوط؟ 30 ثانية يا سيدي القيد فضل. القيد اللي هو شمله العفو العام ماشي لا يمكن أن يبقى القيد يظهر أمام الأشخاص اللي صدر بحكم هذا القيد نعم. يعني أنا براجع التحقيقات الجنائية براجع المحكمة بدي عدم محكومية بدي قيد لا يمكن يظهر وإن كان هو محفوظ في سجلات موجود بس لا يمكن يظهر نعم. حتى على مستوى مثلا أوقافتك دورية أوقافتك جهة لا يمكن يظهر هذا القيد أمامهم إذا شمله العفو العام شكرا لك جزيل الشكر الأمين العام لوزارة العدل السابق القاضي أحمد جمالية شكرا وصولك رئيس التنفيذ جمعية الرعاية اللاحق سجناء وأسرهم إدماج عبد الله إنه سنحتاج إلى حلقات ربما لأنه موجود في دراسات شكرا لكم ألتقيكم يوم الغد إلى حين دمتم بخير السلام عليكم